هنعمل كمان سلطة العلاف. دي سلطة فيها كل حاجة من عند العلاف، فيها السمسم المحمص، وفيها الفاصوليا البيضة، وفيها حمص الشام، وفيها حمص الطبيخ، وفيها العدس الأسود أبو جبة، وفيها الفاصوليا الحمراء، وفيها اللوبيا أم عين سودا، وفيها بقى فلفل، وفيها خيار بتبقى حلوة، وليمون. شوفوا فيها كام نوع، وكل ده من عند العلاف. سموها سلطة العلاف، يعني تاكليها اللي ممكن تمشي أكلة صيامي لأن هي هيتحط لها زيت زيتون أو زيت عادي زي ما تحبي، تمشي أكلة عادية أو للي عاوزين يعملوا رجيم وياكلوا مثلا حاجة ما يكونش فيها دهون وحاجة تكتب معاهم لآخر اليوم، بتبقى حلوة أوي وجميلة والعيال يحبوها. فيها كذا لون، شوفوا ألوانها فيها كذا حاجة. فهنبدأ بقى، وفيها جرجير كمان. هنقطع بقى الفلفل ده عشان السلطة. السلطة دي حلوة قوي، أنا جربتها جميلة. هي اسمها سلطة العلاف عشان فيها كل حاجة من عند العلاف، كل حاجة.